سلام جايز، صباح بخير، لبس عليكم، اموركم هانيه، كل شيء مزيان، كل شيء هو هذاك. اكيد في الرحله ديالك نحو تحقيق الاهداف ديالك غادي تكون دزتي من المراحل اللي حسيتي براسك باللي ما بقاتش عندك واحد الرغبه في انك تنوض تحرك دير شي حاجه على قبل هذوك الاهداف، وبديتي كتشك وبديتي كتقول باللي ما كاينش لاش، وحاجه طبيعيه. عرفتي علاش؟ حيت تحقيق الاهداف كيدوز من دي بلاطو. شنو هي دي بلاطو؟ هما عباره على واحد الدروج، ولكن هاد الدروج ماشي درجه مورا درجه درجه مورا درجه، كاينه واحد الدرجه طويله مورا عاوتاني كاينه واحد الدرجه طويله ومورا عاوتاني كاينه واحد الدرجه طويله، يعني النتائج ما كتشوفهاش ديك الساعه، وهذه واحد الحاجه اللي طبيعي. يعني الا شفتي مثلا شي دري صغير مثلا وقلتي ليه غادي نعطيك دابا واحد الحلوه، واشاك فوا كل نهار كتعطيها ليه كتقول ليه مثلا يدير شي حاجه، ولا جيتي واحد الوقيته قلتي ليه شوف راه غنعطيك دير واحد الحاجه ولكن الحلوه ما غتاخدها على مده ديال واحد 6 شهور، وانا ما غاديش اكسبت هذه القضيه، يقول لك لا انا بغيت الحلوه كل نهار. يعني هذا الشيء اللي كيفسر على انه حنا كنبغيو النتائج في البلاصه، وان فوا ما كنلقاوش النتائج هذيك الرغبه في اننا نوضو نتحركوا ما كتبقاش. دونك في هذا الفيديو غادي نعطيك كلكو زاستوس، شي حوايج اللي تقدر ديرهم في الكوتيديان ديالك باش تحرك تجدد عندك هذيك الرغبه ديال انك تنوض تحرك باش دير شي حاجه. دونك اول حاجه هي انه الاهداف ديالك ما خصهاش تكون لوجيك، الاهداف ديالك خصها تكون فيها الاحاسيس بزاف. نعطيك مثال، يعني باغي نشد الباك، اوكي من بعد زعما علاش باغي تشد الباك؟ خاص شي ريزون، شي احساس، شي حاجه اللي كتخليك على انك كتكونيكت مع هذيك بغيت نشد الباك. واحد مزيان يكون عندك الباك، لا هذه ما عمرها ما تخليك على انك تنوض تحرك، انك تنوض تبريباري باش تبغي تشد هذاك الباك. يقدر يكون لو فيت ديال انك ملي غادي تشد الباك غادي تفرح والديك، يعني والديك دابا كاعيين طالع لهم الدم، حاقدين كيصرفوا عليك ما خلاو ما داروا، وفي الاخر ملي غادي تشد هذاك الباك غادي تفرحهم وغادي تشوف فرحه فيهم. هذاك الاحساس ديال انك كتشوفهم فرحانين هذه بدات تقدر تخليك انك تنوض تحرك وتخدم باش تشد هذاك الباك. هذه شي حاجه اللي نيجاتيف، يعني واحد الاحساس اللي نيجاتيف، يعني كتشوف والديك مقاتلين وكذا دونك كيضرك شويه دونك كتقول خصني نتحرك. كاين شي حوايج اللي احاسيس بوزيتيف، مثلا يقدر يكون مثلا الهدف ديالك هو انك مثلا باغي تعيش على شي بلاد، شي بلاد على برا، دونك الفات ديال انك تعيش في شي بلاد على برا تقدر مثلا ديك البلاد كتعجبك بزاف، فيها دي زافونتاج، فيها بزاف ديال العباد اللي ان فوا كتخيل راسك انك كتعيش فيها كتفرح بزاف، وكيدخل داك الاحساس ديال الفرحه كبير 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 بزاف. دونك كاع الاهداف ديالك خصها يكونوا فيها احاسيس، يعني ما تحطش اهداف غير هكاك، ولا ما تحطش اهداف ديال غير شي ناس اخرين واصلين، لا خص يكونوا ديك الاهداف كيهموك انت، ولا كانوا كيهموك انت خصهم كيحركوا ليك الاحاسيس ديالك. هذه اول حاجه. ثاني حاجه خصك صافي وي حطيت هذوك الاهداف كيحركوا لي الاحاسيس ديالي، خاصني نتكونسونطرا في الكوتيدين ديالي، خاصني نشوف شنو خصني ندير كل نهار ونفاليدي هذيك الحاجه كل نهار. وانا نعطيك واحد المثال بمعنى اخر، مثلا كان الهدف ديالك هو انك تكون ميسكولي وانك تكون واثق في راسك ملي غادي تكون ديك الساعه ميسكولي، فنفترض انت مثلا اللي رقيق دابا ولا انت غليظ يعني باغي تطيح الوزن، فراه في الكوتيدين ديالك شنو هي الفاليداسيون؟ هي واش جريت، واش قديت الماكله ديالي، واش نعست مثلا هذاك العدد ديال السوايع اللي خصني نعس، هذه هي باش تفاليد. يعني نسى لي هذيك القضيه ديال بغيت نولي ميسكولي ولا كذا، نسى خصك تفكر في شنو خصني ندير اليوم، يعني ملي تبغي تنعس تقول فوالا هذه الحاجه اللي نورمالمون كان خصني نديرها راني درتها، يعني صافي الغد لي كتفكر غير في ديك الحاجه، خاصني نمشي نجري ولا خاصني نقاد الماكله ديالي ولا خاصني نعس هذوك السوايع، ما تبقاش تفكر في هذا، حيت الا بقيتي كتفكر في هذاك ما عمرك ما غادي توصل ليه. هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه ولادي مهمه بزاف وديما كنذكرها، هي خاصك تبقى ديما كونيكتي مع لي زوبجيكتيف ديالك، هذوك اللي حطيتي في الاول خاصك كنقول على الاقل مثلا في الصباح الواحد فاش يفيق في المورنينغ روتين ديالو يجلس واحد دقيقه جوج دقائق 3 دقائق ولا 4 دقائق يشوف لي زوبجيكتيف ديالو يدوزهم واحد واحد ويتكونيكتا معاهم ويفيزواليزي ويدخل دوك الاحاسيس ودك الشيء كامل يدخلوا في هذيك الكونيكسيون اللي تيدير مع الصباح. الاوبجيكتيف الاول ديالي هو كذا كذا، اوكي نسد عينين تخيل راسي وصلت لك الاوبجيكتيف، كيفاش عايش، فين كاين، كيفاش كنحس، كاع داكشي كامل لمده واحد 5 دقائق، راه هذاك الشيء راه ما يبانش لك دابا، ولكن مع المده مع المده مع المده مع المده بزاف تلاحظ بلي هذيك الكونيكسيون ديال لي زوبجيكتيف راه هي اللي كتخليك على انك تحرك في النهار ديالك. ورابع حاجه والمهمه بزاف وهي خاصك ضروري دير واحد البيرفورمانس تراكين. شنو هو البيرفورمانس تراكين؟ هو انك مثلا نفترضوا بلي الهدف ديالك مثلا في الاخر ديال العام هو تنقص 20 كيلو، فراه قسمها على العام، قول مثلا الشهر الاول خصني نقص 4 كيلو، الشهر الثاني 5 كيلو، وغادا بحال هكا ولا 2 كيلو،
يعني خاص كل شهر كتفاليدي شويه، هذيك كل شهر كتفاليدي غتكون متاكد على انك راك غادي في الطريق المزيانه وراك في الاخر غادي توصل، وهذاك الشيء اللي غيدفعك على انك اليوم دير شي حاجه، يعني ما تحبسش وتجلس في بلاصتك. دونك هاد البيرفورمانس تراكر راه مهم بزاف، راه الا ما كنتيش كتراكي، يعني مثلا انت في الاخر ديال العام باغي دير واحد لا ديسكوسيون خفيفه مع شي واحد قاوري مثلا بلونجلي، راه الا ما كنتيش كل شهر كتسجل راسك وانت كتهضر لونجلي، راه في الاخر ديال العام ما غاديش تعرف راسك واش غتوصل ولا ما توصلش، اصلا ما غاديش تكمل حيت ما كيبانش لك دي ريزولتا صغار. دونك هادشي اللي كان في لافيديو ديال اليوم، نتمنى انك تكون استفدتي منها وخديتي هاد اللعيبات هادو اللي غادي تستعمل في الكوتيديان ديالك باش يعطيك ديك الرغبه باش تنوض تحرك. تهلا ليا فراس، كنتشافو غدا ان شاء الله في فيديو جديده.